عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل يا جماعة الأسئلة بتاعت الدوروطة وتصرفات الدوروطة. أول واحدة، أول ضماندة دورانتي السورباس، دي دي أونا فايوكولو أموتوري أدوروطة سوبراتوتو سي أد إليفاتا فولوتشيتا سي ديفي مانتينيري أونا بونا تستانسا لاترالي دي سكرتي. يعني بيقولك أثناء ما أنت بتعملي التجاوز لموتوسيكل أو موتو لازم وماشية بسرعة عالية لازم تحافظي على مسافة أمان جانبية ما بينك وما بين الموتو ده، وده فيرو. اتنين، الموتو تشيكلي افيندي اونا ردوتا ساجوما فرونتالي سونو مينو فيزيبلي ان ديستانسا. يعني بيقولك ان هو عنده الهيكل بتاعه الامامي بيكون صغير مش كبير، فبيتشاف بيبقى اقل رؤية منو فيزيبلي ان ديستانسا، اقل رؤية على مسافة، وده فيرو. الكونديشنتي دي الاوتو فايكولي ديفونو جنرالي، يعني سواق العربيات عادة لازم عليهم برستاري بارتكولار اتنسيوني الفايكولي اماتوريا دوارو، لازم ينتبهوا للموتو ان كوانتو مينيو فاتشيلامنتي فيزيبلي. يعني بيقولك هو اقل رؤية ما بيتشافش بسهولة على مسافة يعني، وده فيرو. الكونديشن دي الفايكولي ادواروتا سواق الموتو ديفونو افيندو افيندونو اونا ريدوتا ساجوما فرونتالي، يعني هو عنده هيكل امامي بيكون صغير سونو بيو فيزيبلي ان ديستانسا، مفروض ده العكس، هو مش بيتشاف بسهوله على مسافه، لا هو مينو فيزيبلي مش بيو فيزيبلي فاتلسو طبعا. تشينكوال كونديشن دي ديلي الاوتو فايكولي سواقين العربيات نيل ابريري لا بورتيري اثناء ما بيفتحوا الباب بتاع العربيه ديفونو بريستاري البارتيكولار التنسيوني، لازم ينتبهم للفايكولي اموتوريا دواروت للموتو ان كوانتو مينو فيزيبلي، لان هو بيكون اقل رؤيه، وده فيرو. الكونديتشنتي دي الموتو تشيكلي سواق الموتو سونو بيوفاتشيلامينتي بريتشيبلي ديلي الالتري كونديتشنتي، يعني بيقولك هو بتحسي بيه او بتشعري بيه في حركه السير اسهل اكتر من اي حاجه تانية، اسهل من سواقين الاوتو فايكولي بركي، عشان ايه بيو ريموروزي، يعني هو بيعمل ضوضاء اكتر فلسو طبعا. ان كازو دي انتنسو ترافيكو في حاله الزحمه الشديده كون انكونالامينتو ديل فايكولي وفي حاله العربيات واقفه صفوف بريما دي ابريري لابورتيري بيرس تشندري ديل بروبريو فايكولو، بقولك قبل ما تفتحي الباب بتاع العربية عشان تنزلي من العربيات اللي واقفة في الكولوني او في الطوابير دي انسوستا سي دي في سيمبري كونسيدراري، دايما لازم تحطي في اعتبارك لا بوسيبليتا امكانية كي سوبرا جونجون اونا فايكولو اموتوري ادوا روطة، ممكن يكون جاي مقرب عليك موتوسيكل كي ستا سوربا ساندو اديسترا الفايكولي فيرمي ان كودا، يعني الموتوسيكل ده عمل تجاوز للعربيات اللي هم واقفين في الكودا او في الفيلا في الصف ده وهو جاي يقرب عليكي وانت فاتحه الباب، فحطي في اعتبارك الموضوع ده فيرو. اوتو نيل اترافيرسامينتو ديلا لينكروتشي، اما بتيجي تعدي عند التقاطع سي ديفي سيمبري كونسيدراري، دايما حطي في اعتبارك لا بوسيبليتا امكانيه كي سوبرا جونجونو سينسا كي سي سيا فيزيبلي ادستانسا، يعني من غير ما يبقى واضح او يتشاف على مسافه اونا فايكولا موتوري ادواره وموتوسيكلات كي سورباساتو الفايكولي فيرمي، لان هما بيعملوا تجاوز للعربيات اللي هي واقفه، فمره واحده يجي كده يقرب عليكي، هما اول ناس بيعدوا في التقاطع عامه او عنده اشاره لانه بيطيروا بالموتوسيكلات كده فيرو طبعا. سكيدا اللي بعدها يا جماعه اونو سولا استرادا انكوي فياجا الاوبلوجو دي كاتينا، بقولك لو منطقه هنا فيها اجبار انك لازم تحطي السلاسل بتاع التلج ان كازو دي نيفكاتا، يعني في حاله التلج. الكونديتشنتي دي الفايكولي ادوا روطا سواق الموتو اي كومونكو كون كون تشيسو دي تشيركولاري، يعني مسموح له ان هو يمشي، هيمشي ازاي وهو حاطط الكاتينا؟ طبعا غلط، يعني انا لو في اجبار ان انا احط كاتينا وطلع على المونتانيا وانا راكبه الموتو، ازاي انا هركب كاتينا على الموتو يا جماعه؟ بتتحط للعربيه لان في توازن، يعني في استابيليتو في توازن كده، يعني في عجله يمين وعجله شمال، انما الموتو هي عجله واحده، فاكيد ساعه ما تحطي السلاسل او الكاتينه دي هتميل يمين او شمال، فطبعا فالسو، ما بتمشيش الموتو على المنطقه اللي فيها اجبار انك تحطي الكاتينه، سواء كل الدواروط ممنوع يمشوا. لا ابليامينتو ديل موتو تشيكليستا،
يعني بيقول الملابس بتاعت الموتو نون انديتشي سولا لسوا فيزيبليتا نيل ترافكو، يعني بيقول مش بتأثر على رؤيتهم في حركة السير. لا بتأثر طبعا، فالصو هي بتأثر، لأن قلنا إن الملابس بتاعتهم بتكون زاهية وواضحة. بعدها تري دورانتي لا تشيركولاتيونيس واسترادا، أثناء ما أنتي ماشية على طريق بيرين دارسي ماجورامنتي فيزيبلي، يعني بيقول عشان تتشاف أكتر بطريقة أوضح الموتو تشيكلي. ماله بقى؟ ديفونو تينيري اتشيسي برياتوري انا باليونتي انكد جورني، لازم بايد النور المنخفض حتى بالنهار، وده صح، احنا قلنا ليل ونهار فور اللي تشيتا وجوه اللي تشيتا. كواترو الكونديشنتي دي الفايكولي ادوارو تسوى الموتو سيتشيندونو، بيقول لك ازندو عفوا السندو منو فاتشيلامنتي فيزيبلي دي اندستانسا، بيقول ان هو مش بيتشاف بسهولة مينو فاتشيلامنتي فيزيبلي، يعني رؤيته مش بتبقى بسهولة على مسافة. دورانتي لا ورانو التورة أثناء ساعات الليل ديفونو إن أوني كازو، بيقولك لازم في كل الحالات بقى، شوفوا بقى الغلط في الضمان ده من أول هنا، اتشوركولاري كوي برياتوري أباليانتي أتشيسي، يعني لازم يمشي وهو قايد النور العالي عشان رؤيته تكون أوضح. فالصو طبعا الموتو ما بيقيدش النور العالي إلا بشروط، زيه زي العربية، يعني ما بيبقاش اتقاطع مع عربية مكروتشة وهو قايد النور العالي، هتزغل العين السواق اللي جاي في وشك. تشينكوا دورانتي لا سيركولاسيوني نيشينترو ابيتاتي، اثناء سير جوه المدينه الموتو تشيكليستي. ماله؟ بصوا نوين اوني كازو، ساعه ما تلاقوا اوني كازو دي يعني رايح دماغكوا غلط على طول، بقولك في كل الحالات ممكن. قلت ليزاري افيستاتوري اكويستيكو، يعني يستخدم اداه الاعلام اللي هو الكلاكسون بتاع العربيه يعني. جوجيندو امبورسمتا ديل لينكروتشي، يعني بيقولك لما يقرب عند التقاطع، يعني انا كل مره داخل على تقاطع وانا راكبه موتو اقوم جايه جوه المدينه ضغط على الكلاكسون، ازاي؟ غلط طبعا، فالسو ان ليه استخدامات معينه جوه المدينه احنا قلنا عليه. اللي بعده اونو كواندو ان اوني كواندو ان اون جورنو دي بيوتش، في حاله لو يوم فيه مطر سي ديفي ترانسيتاري سوى الرطايا ديل ترام او سوى الطمبوني بريسنتي سلا الكراجاتا، وانت لازم هتعبري فوق البلعات او الشريط بتاع الترام اللي موجود على الارض استرادالي. ابوردي دي اونا اون فيكولو ادوار روتا، وانت راكبه فوق الموتو. اوكورا اتشيليراري، من قبل ما تكملي غلط، بيقولك الصح ان انت مفروض تزودي السرعه، ازاي؟ ديتش السامنتو بريما دي ترانسيتاري سوبرا، قبل ما انت تعدي فوق. طب ده بيقولوا ده هو خطر اصلا وانا بعدي فيهم، او ما انا ازود السرعه ولا اعدي بالراحه؟ فلسوا طبعا. التامبوني بيرسنتي سولا الكراجاتا، بيقول البلعات اللي هي موجوده في الطريق. سونو اونا اليمنتو استرادالي، يعني هي جزء من الطريق موجوده. كي بو اسري بيركولوزو بير لا تشيركولاسيوني ديل فايكولي ادوارو، ده ممكن تكون خطر على سير الموتو، وده فيرو طبعا، لان لما بتكون مبلوله بيجي عليها بيوتجا مطر بتزحلق الدور وتعليها اي حاجه حديد سواء الطمبوني او الشريط بتاع القطر او شريط الترام ايا كان. طيب تري لا ستريتشا بدونالي دي بونتي سولا الكراجيات، الخطوط بتاعه البدوني الاترافيرسامنتو الابيض ده، الخطوط البيضة بتاعه البدوني اللي مسبوغه او متلونه في الطريق. سونو بارتيكولامنتي بيريكولوزي بير لا سيركولاسيوني ديل فايكولي ادوارو، طب تعتبر خطر لسير الموتوسيكلات امتى؟ كواندو الفندق استرادالي اي بانياتو، في حاله لو الارضيه مبلوله او فيها مطر، وده فيرو طبعا بتزحلق. لبس الباساجو ان فولوتشا سوى الطمبوني او الرطايا ديل ترام، لما انت بتعبري قريب من فولوتشا عفوا بسرعه عاليه فولوتشيتا بسرعه عاليه، بتعبري بسرعه فوق الرطايا القضبان بتاع الترام او البلعات دي فايوكولي ادوار روتا، وانت ابوردي وانت راكبه في الموتوسيكلات فوقه يعني. بو فاري بيقولك ممكن تلاقي ايه بريديري تنوتا دي استرادا ايه دريجابيليتا الفايكولي اكاوزا اسباندامنتو او كادوت، يعني بيقولك انت هتفقدي سيطرتك وتحكمك في الموتو وهتلاقي الموتوسيكل بسبب ان هو ميل منك او هتقعي وهتسقطي على الارض، وده فيرو مش هتعرفي تتحكمي فيه بسبب ايه ان انت عديتي بسرعه عاليه فوق منهم. طيب اللي بعدها تشينكوا لا روتايا ديل ترام سونو نيلا الاليمنتو استرادالي، هي عباره عن اجزاء بردك في الطريق. كي بو اسري بريكولوزو بيرلا تشيركولاسيوني دي الفايكولي ادوارو، طب ممكن تكون خطر على سير الموتو، وده طبعا فيرو.
سي كواندو ان اون جورن جورنو دي بيوجا، لو يوم في مطر. سي ديفي ترانسيتاري سوا الرطايا ديل ترام، لازم تعبري فوق الشريط بتاع الترام. او سوا الطمبوني برسنتي سلا الكراجات او البلعات اللي هي موجودة في الطريق. استرادالي ابوردي دي اونا فايكولو ادواروتا، وانت فوق الموتو. ايباني فارلو ان ام بن ام بن، يعني بقولك الافضل انت تعملي ايه. ام بناتي، ام بناتي زي نطة كده، زي ما احنا بنقول عليها رفع من قدام كده. ام موضة بطريقة، دا نوم فاري ترانسيتاري صبرة لا روتايا انتريوري، روتا انتريوري كي ايكويلا ديريت ديريت دريتتشي، يعني بيقولك تعملي زي ما يقولوا حركة او قفزة. عارفة الشباب لما بيبقوا يرفعوا العجلة بتاعة الموتو من قدام كده ويمشي بالعجلة اللي ورا، يرفعها لفوق كده زي ما الحصان كده ساعات تلاقوه رفع رجليه لفوق كده. الشباب بيبقوا يعملوا الحركة دي بحيث يعني يبينوا مهارتهم في السواقة. فبيقولك من الافضل ان انت تعملي كده بحيث ان العجلة اللي قدام الروتا اللي هي انتريوري ما تعديش او تعبر فوق الشريط بتاع الترام ده، فده هيكون افضل. هو هيكون افضل بس هيقع على ظهره، عموده الفقري هيتكسر، فطبعا فالسو كل الضمان ده غلط. طيب تحتها لا روتايا ديل ترام، الشريط بتاع الترام. سونو بارتيكولامنتي بيريكولوزو بيرلا تشيركولاسيوني ديل فايكولا ادوار، وطب تعتبر خطر لسير الموتو فوقها. كواندو الفوند استرادالي بنياتا، في حاله طبعا لو الارضيه مبلوله وده فيرو. اوتو لا روتايا ديل ترام او تامبوني بيرسنتي سلا الكراجيات استرادالي، الشريط ترام او البلعات اللي موجوده في الطريق. نون كوستيتويسكونو اونا بيريكولو بيريكولو، يعني بيقول هي مش بتشكل خطر بير اونا كونديتشينتي ديل فايكولي ادوار، وده بالنسبه لسواقين الموتوسيكلات فالسو طبعا ده بتشكل خطر كبير بالنسبه لهم. الشيركولاندو سوا اونا لما انت بتمشي اونا فايكولو ادوار، وده لما بتركبي الموت وتمشي بيه او الموتوسيكل. كون الفندق استرادالي بنياته والارضيه مبلوله. لا فرناتا ايه بارتيكولامنتي بيريكولوزو، الفرامل اثناء ضغطك عليها بتعتبر خطر. سيلا روتا ديل فايكولو سونو سوا روتايا ديل ترام، لو العجله بتاع الموتو دي فوق الشريط بتاع الترام. استريتشا بدونالي او فوق خطوط البدوني او فوق اي كمان الطمبوني او فوق البلعات، وده صح يا جماعه. الادم مبلولين الثلاث حاجات دول فيهم مطر، في الحالة دي بيكون خطر على الدواروت. كواندو ان اوني جورني، في حالة لو يوم موجود يوم دي بيوجا في مطر. سي ديفي ترانسيتاري سوا الروتايا ديل ترام او سوا التامبوني برسنتي سلا الكراجاتا استرادالي، انت هتعبري فوق شريط الترام او فوق البلعات برضك. ابوردي دي اونا فايكول ادواروتا، وانت راكبه الموتوسيكل. اي بيني الافضل ان انت تعملي ايه، تعملي ايه. الزارسي ان بيدي سلا البيديفولي بريما دي ترانسيتاري ترانسيتاري ترانسيتيفو صبرة، يعني مفروض ان انت تنزلي رجلك على الحملات قبل ما انت تعبري فوقها فالسو طبعا ده مش سير تمشي بيه. التامبوني برسنتي سلا الكراجاتا سونو بارتيكولامنتي بيروكولوزو، البلعات اللي موجوده في الطريق بتعتبر خطر. بيرلا تشيركولاسيوني ديل فايكولا ادوار روتا، بالنسبه لسير الموتو او الموتوسيكلات. كواندو الفوندو استرادالي بنياتو، في حاله لو الارضيه مبلوله وده فيرو. تواديتشي سي سي ديفي تشيركولاري كون الفايكولا ادوار روتا، لو انت لازم تمشي بالموتو. سوا اونا كراجاتا، الطريق عامل ازاي اللي تشيركولاسيوني فيه بروميسكوا، يعني مختلط او مشترك. الفايكولا ديل ترام، يعني الحاجات اللي بتمشي على الترام زي الترام كده. ايه بيني سيبو سيبلي، بيقولك من الافضل اذا قدرتي اتشيركولاري كون انترام انترامبي لا روتايا نيل سكولو ديل روتايا ديل ترام، يعني انت من الافضل تمشي بين الشرايط بتاع قضبان الترام ما بين الحديد كده الموجود فلسو طبعا محدش بيمشي كده برضك. تريديتشي لا روتايا ديل ترام او التامبوني برسنتي سولا الكراجات، شريط الترام او البلعات اللي موجوده في الطريق. استرادالي كوستي تويسكونو اونا بريكولو، بيشكلوا خطر. بير اونا كونديتشينتي ديل فايكولا ادوار روتا، بالنسبه لسواق الموتو. نيلا سولي ايفنتواليتا كي السوا فايكولي سي دوتاتو دي كامبيو اوتوماتيكو، يعني بيشكلوا خطر فقط في حاله لو الموتو ده او الموتوسيكل ده النقل بتاعه اوتوماتيك. طب النقل بتاعه لو مانوالي ما يبقاش خطر؟ فالسو يبقى طبعا كله خطر على الجميع سواء مانوالي او اوتوماتيك.
14 لاستريتشا بدونالي دي بونتي سلة الكراجيتا، الخطوط بتاع البدون اللي متلونة على الطريق. سونو اونا اليمنتو استرادالي، اجزاء او اشياء موجودة في الطريق. كيبو اسري بيركولوزو بيرلا تشيكولاسيوني دي الفايكولي ادوارو. طب ممكن بتعتبر خطر لسير الموتو برضك، وده فيرو طبعا. اي اي احنا عملنا ايه غلط؟ شوف كده يا جماعة، بصات جوين فولوتشا سوى التامبوني والرضايا ديل ترام. انا ما خدتش بالي من كلمة فولوتشا، شفته بسرعة عالية على الترام او البلعات ادواروتا بوفاري برنداري تونوتا ديسترادا. بيقول ان هو هيخليكي تفقدي توازنك. انا عملتها صح، انا مش عارفه انا عملتها غلط ازاي. احنا قلنا ان احنا بتخليها تفقدي توازنك وما بتعرفيش تتحكمي في الموتو وبتعملي بتسقطي على الارض او بتميلي. انا كنت عاملاها صح بس يمكن انا سهوها عليا وعملتها كده. يلا الله المستعان، بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.